استقبال الأبطال كان حاضرا في مطار حمد الدولي لبعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد بعد إنجازه الكبير بالتتويج بلقب البطولة الآسيوية العشرين للرجال للمرة الخامسة تواليا في البطولة التي جرت بالمملكة العربية السعودية والتي حملت منتخبنا لمونديال العالم في بولندا والسويد العام المقبل كان في استقبالها سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، السيد أحمد محمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد. الحمد لله على هذا الإنجاز الكبير صراحة البطولة الخامسة على التوالي وفارق خمسة أهداف. للمره الخامسه وفارق خمسه اهداف نقول الحمد لله رب العالمين وان شاء الله دائما تستمر هذه الانجازات لكره اليد القطريه وجميع الالعاب القطريه ان شاء الله وان شاء الله البطوله الجايه ان شاء الله بتكون في الصين وبعدها ان شاء الله كاس العالم وربي يوفق الجميع شكرا زميلي وقد حافظ منتخبنا على الكأس الآسيوية للمرة الخامسة على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره البحريني ب 29 هدفاً مقابل 24 ليصبح بذلك ثاني أكبر المنتخبات فوزاً باللقب الآسيوي بعد المنتخب الكوري الذي ينفرد بالرقم القياسي في السجل الذهبي للبطولة الآسيوية للرجال بتسع مرات فيما يمتلك المنتخب الكويتي أربعة ألقاب والمنتخب الياباني لقبين. في البداية نهدي هذا الانجاز الى الصاحب صاحب السمو من البلاد المفدى وللشعب الشعب القطري على الانجاز الفريد الصراحه من نوعه المباراه كانت صعبه الصراحه واحنا كجهاز اداري وجهاز فني وكاتحاد ندري شنو الخصم اللي اللي قدامنا لكن الحمد لله الجهاز الفني خاصه المدرب عرف شلون يعني يتصرف في المباراه عرف كيف نقطة ضعف المنتخب البحريني والحمد لله كانت بالنسبة لنا المباراة النهائية الصراحة سهلة يعني إذا كانت تسألني عن خبرة كرة اليد فكل يوم أنا أتعلم شيء جديد وأنا الحمد لله تعلمت شيء جديد إضافة لي أضافت لي وخاصة هالبطولة وخاصة هالمباراة والمباراة بالذات مع البحرين أضافت لي خبرات كبيرة كبيرة جدا شنو اتعرف أتعامل مع المباريات وأتدرج من مباراة لمباراة وأوصل لعيبتي للقمة في آخر مباراة كما ضمن منتخبنا تأهله لبطولة العالم للمرة التاسعة بعد البرتغال وتونس وألمانيا وإسبانيا وقطر وفرنسا وألمانيا والدنمارك وكان الحصول على المركز الثاني في نسخة قطر 2015 أفضل نتيجة لمنتخبنا في تاريخ مشاركاته نشكر الله على اللي وفقنا فيه فعلا سجل مباريات كل مباراة نعطيها حقها والحمد لله وصلنا النهائي منتخب البحرين قوي هو الوحيد اللي ينافس